مساء الخير مشاهدينا في مختلف أرجاء الوطن العربي، منرحب فيكم في حلقة جديدة من بيت للكل من ماسبيرو القاهرة. هاي الحلقة إن شاء الله رح تكون حلقة غنائية مميزة ومختلفة، مجموعة من الشباب المصري بأصوات ودرجات مختلفة جمعتهم الموهبة من خلال فرقة. هذه الفرقة هي فرقة أكابيلا المصرية، فمنرحب فيكم في بيت للكل. واسمحوا لنا ايضا مشاهدينا انه ارحب في زملائي طبعا احمد وشافكي وسلام. اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء الخير يا لانا. مساء الخير. مساء الخير شافكي. مساء الخير سلام. صحيح. طبعا اليوم الموضوع يجنن، خاصه في نحكي عن الأكابيلا. اكيد لا تقول بالنسبه لكم كلكم حيث الشعر والغناء والطرب. طبعا انتم كلكم تحبون الطرب والغناء والشعر طبعا، يعني طبعاً. مو بس ثاني حتى نحاز لهذه المنطقة. وحقيقة يمكن اليوم الحلقة حتى على المشاهدين خفيفة، راح يستمتعون، وخاصة ذكرتي بأن فرقة أكابيلا المصرية هذه الفرقة تدريباتها غير صحيح. يعني البعض معتادين بأن يشوفون الفرقة والجوقات الموسيقية تقدم بآلات موسيقية، اليوم صحيح. حيشوفون الإنسان بجهده الذاتي يقلل صوت الآلة، ممكن يقلل صوت الكمان والناي والجيتار والبيانو، فمن يطاوع الإنسان صوته وبتدريبات معينة وبعدد كبير يكون 40 شخص أو أكثر، موضوع جدا صعب. حاولت أني بما أنه أنا شوية بمجال الموسيقى حاولت أقلد هذا الشيء، جدا ما نجحت فيه، رادة تدريبات عالية. فكرة يا أحمد، فكرة أنه صوت الإنسان قد يسبق الآلات يعني، ودي حقيقة. الإنسان لما توجد على جزر وعاش على جزر قدر يعمل صوته الناي صح، وقدر يعني فكرة حتى المناداة أنك تنادي أو أنك تقللي صوتك أو تطلعيه، فأعتقد ده من نفس الأفكار إنه تقدر أنت بصوتك يعني تكون أنت الآلة الموسيقية. هو أصلاً أي لحن لأي أغنية هو بيبدأ من الملحن بصوته بحنجرته صحيح. بيختار كيف النغمة تكون، تكون بيس، تكون سوبرانو، وهذا بالتحديد نوع الغناء اللي بيقدموه هاي الفرقة، ومن الشباب والشابات بالبيس بالصوت الرجالي والسوبرانو اللي هو خلينا الصوت نختبرك. العالي الطبقة أنا وشافكي لأن نطيك صوت آلات والتقلد بالضبط. هي الطبلة والكونترا باس هو يعني أنا مصرية وموجودة هنا، بس لأنه الفرقة حديثة يعني والفن موجود في أوروبا، فأنا كمان يعني كانت مفاجأة بالنسبة لي لما ظهرت الفرقة، اللي هو مين فين وإيه كل، وهتلاقوا أعداد كتيرة وأصوات كتيرة، يعني أنا كمان ببقى منبهرة يعني لسه بيبهرونا في مصر بأفكار وحاجات حلوة. وأكتر حاجة عارفين هتعجبكم إيه؟ هي كمية الشباب. أنا بحب طاقة الشباب، فهنشوف الحقيقة طاقة من الشباب، الكل بيغني وهتحسوا هما بيغنوا ان انتوا عايزين تقوموا تغنوا معاهم بالظبط، وساعتها هنصدق ان اصواتنا حلوه على فكره. الصوت مو كلش جيد يضيع الاصوات عددها يكون كبير، عشان يمكن من خلال هذه التجربه اريد، بحيث يعني انا سعيد بان انقل هذه التجربه للعراق. عندنا فرق، عندنا اصوات شابه جميله، بس هذه التجربه يعني مصر كانت بها رياده بعد اوروبا بقضيه الاكابيلا مصريه، حقيقه نتاج مهم اتمنى بان نشوفها بالعراق وبالاردن وفلسطين طبعاً. تمام، بس لو حتنقلها العراق نكون معاك عشان طبعا كلكم تتنورون، هو بلدكم انا بدون دعوه. ان شاء الله يدوم العراق بسلام. يعني انا عم يعني الفرقه بتفرج على كيف عم بيعملوا البروفات. هلا طبقات الصوت يمكن احنا كمذيعين بنعرف يعني وقدره في هذا الموضوع، لانه في طبقات للصوت وفي تون وفي الصوت، يعني زي انت بتعزف عود فبتعرف شو يعني اوتار العود والغليظ والرفيع، فشبهتهم انا زي كانه في مدرج بيجي بلش فيه سلم موسيقي بالضبط، فبناء على هيك هم بيتوزعوا. اكيد انا عموما سعيده جدا ان احنا بننقل التجربه دي من هنا من بيت للكل، بننقلها لكل شاشاتنا العربيه ويشوفوها مشاهدينا في فلسطين والاردن والعراق ومصر. ايه رايكم نبدا ونشوف الفرقه ونرجع نكمل كلامنا في بيت للكل؟ And no!